يلا بسم الله الرحمن الرحيم. رح نبدأ اليوم إن شاء الله يا سابع بعلامات الترقيم. يا سابع طبعا موضوع بالنسبة لنا وأنا يا مصر، تمام. بالنسبة لنا طبعا ورد قبل هاي المرة ومتداول. طيب، من يعرف لي علامات الترقيم يا سابع؟ شو هي علامات الترقيم؟ شو أهميتها؟ شو وظيفتها؟ يا أحمد تفضل. نعم مس. تمام براء، يلا. يا أحمد، تمام. أحمد عرفها بطريقته إنه هي بتيجي لازم آخر الجملة، يعني أنا لما بشوف علامة ترقيم بعرف إنها آخر جملة. يا مس، لا أعطي، أعطيني من عندك. هي علامات تساعد على معرفة الجمل، تحديد الاسمية الفعلية، وترتيب الجمل ومحاولة. رائع، أحسنت أيضا يا محمد. نعم، يعني قصده يحكي لي إنه من أجل الوقف والابتداء، يعني أنا وقفت كلامي أكمله. أحسنت أحسنت. بيميز لي نوع الجملة، هل هي سؤال، هل هي تعجب، هل هي. أحسنت. نعم، بتحدد لي الأشياء بعد قول يعني أعدد. رائع. إذن يا سابع، مختصر الكلام، موضوع اليوم عن كتابة على، طبعا إن شاء الله ضايل عندنا إملاء وحدة رح تكون إملاء نهائية، تمام يا براء وتمام يا سابع. هاي إملاء لأنه إحنا ما ضايل عندنا وقت، هي إملاء نهائية. بسم الله. إملاء نهائية بعدين بحددها، بعدين بحددها على الخطة. تمام، يعني مو هذا الأسبوع. لا لا لا، رح تكون ولا الأسبوع الجاي، رح تكون عبارة عن إملاء نهائية، تكون على ورقة سلموني إياها بصححها بالبيت إن شاء الله. وايضا براء كمان انت بتبعت لي اياها يا مس، وطبعا راح تكون ان شاء الله شامله هاي الاملاء. طيب، مره اخرى سابع، عليكم السلام. يلا يا مس بسرعه يا كنان. مره اخرى طبعا، اذا علامات الترقيم هي عباره عن، خلينا نحكي عن رموز، او عباره عن، خلينا نحكي كمان مثلا، شو بتقدر تعطيني تعبير عنها؟ رموز، أيضا خطوط إلى آخره، تستخدم بين الجمل والكلمات عشان توضح الكلام، تأتي من أجل الوقف والابتداء، تأتي من أجل ربط بين الكلام، توصل بين الكلام، أنا أحس كلامي واضح. أيضا تستخدم في الضبط الصوتي، يعني يا مس أحيانا القارئ لما بيكون في علامات ترقيم بيصير يرنم ويغير بأسلوبه، صح يا رائد؟ يعني لما بيكون في علامة تعجب بصير يغير صوته لتعجب، في فاصل بتوقف برتاح شوي، في سؤال بحسسك إنه في سؤال بعد هذا الشيء. يعني أنا بستغرب، بس أعطيك إملاء بصير طالب يقول لي مس هلأ فاصلة، مس هلأ علامة تعجب، هل علمت لازم لحالك تكتشف هل هي علامة السؤال من خلال قراءتي للنص. إذن علامات الترقيم تربط بين الكلام، تعمل ضبط صوتي للجمل، تربط بين هذه الجمل. وأيضا يا سابع تعطيني كمان معلومة كتير حلوة، إنه تعطي وزن وثقل للجمل. يعني لما أحكي لك أعطيني مثلا، أحسنت يا محمد، لما أحكي لك أعطيني موضوع تعبير، وتكون معطيني موضوع التعبير هيك مكعبل، فيش لا فاصلة لا نقطة لا علامة تعجب، كيف بتصير نصك مش مرتب؟ خلينا نرجع معلش دقيقة، بعرف إنه الوقت ضيق. اكتب لي أربعة، كم درسنا؟ 75 الفنون ولا 72؟ 72. بسرعة بسرعة وانت لاحظ يا مس النص اللي أمامك، لاحظ الفقرة الأولى لو سمحت يا سابع، لاحظ الفقرة الأولى يا مس، كيف إنه بلشها عندي بفاصلة، لاحظ يا مس كمان عندي فواصل هون، ركز معي يا ابني، لاحظ يا مس إنه بآخر الكلام في نقطة إلى آخره، لما يكون عندي علامة تعجب في جملة تعجبية، لما يكون استفهام إلى آخره. في أي استفسار يا سابع؟ في مشكلة الآن؟ هلا نحكي كل واحدة رح نحكيها. طبعا أنا عارفة إنه هذا الموضوع سهل بالنسبة لكم، بس لتذكير سابع بلزمني طبعا علامات الترقيم في كتابة موضوع تعبير، في كتابة إملاء، تعود خلص. هلا بتاخذ إملاء لحالك استخدام. الآن متى بوضع أنا الفاصلة يا سابع؟ يلا، طبعا المفروض إنك تطلع أنت ترسمها بطريقتك، تفضل يا أحمد. نعم أحسنت. هلأ بدنا نرسم، كل واحد يرسم لي الطلب اللي أنا بطلب. أول شيء الفاصلة هي أنا رسمتها، أو خليني أكبر الخط،
الفاصلة طبعا زي ما انتم شايفين انها تستخدم حتى تعداد الكلام، مفصل من اسمها فاصلة تفصل بين الكلمات. ايضا نعم بس لسه الكلام ماله مترابط. احسنتم، يعني ما انتهيت. انا قاعده احكي صف سابع جيم من الطلاب الاذكياء والمجتهدين، سوف اقوم باخذهم رحله. قبل ما اكتب سوف بحط فاصله لانه لسه الكلام ايش ماله ما انتهى، مترابط. احسنتم، نيجي على علامه ثانيه على السجل السابع. او برضه مين الشطور بيعرف متى تستخدم الفاصله؟ خليني احكي انا بسرعه. خلص تستخدم ايضا، خلص سمح. تستخدم الفاصله بعد المناداه، يعني لما اجي احكي يا بني ركزوا فيها، يمكن اجيبها بالنهائي. هاي ضع علامه الترقيم المناسبه لما بحكي يا بني. كلك انت شو كنت تفكروا بالله بيجي سبع؟ نقطة الرأسيتين. لا غلط. إذن يا سابع اعرف انه بعد المنادى، نعم مش مشكلة، بعد المنادى هلا انا بس توضيح سريع نستخدم فاصلة. بعد المنادى شو نستخدم؟ احسنتم. طيب نرجع لموضوعنا، يعني انتم هاي الاشياء لازم تكونوا شاطرين وسريعين فيها، وخلص عديناها المراحل هاي يا شباب، خلص عديناها وما في لسه أسئلة عليها. طيب نكمل يا حلوين. أيضا يا ريان متى تستخدم النقطة؟ يلا ريان، ريان بعرف. نعم أحسنت، نهاية الكلام، موضوع انتهى، بحط نقطة وأكيد لازم نستخدمها، أو نهاية الجملة نهاية الفقرة. أحسنتم. طيب مين يعطيني كمان علامة ترقيم يرسم لي إياها؟ يلا يا قيس، رائع، ترسم لي اياها يلا. متى تستخدم الفاصلة المنقوطة؟ انا عم بلاحظ انه في طلاب رائعين شطور قيس بيستخدموها سيرين. نعم، اذا لما بيجي جملة سبب للاخر تستخدم فاصلة منقوطة. مين يعطيني جملة ويحط فاصلة منقوطة؟ يلا يلا يا حلوين. نعم، قبل ما تبلش تحكي سبب أكلك للتفاحة شو راح تحط يا رائد؟ نعم رائد. هاي أحمد، أحسن. إذا حتى تيجي هي بتستخدم لجملة، نعم نتيجة لجملة أخرى. خلاص نجعل علامة جديدة يا شباب، نسأل براء نعطي علامة تعجب جديدة، عفوا علامة ترقيم جديدة. يا براء عاشور، أمس أعطيني علامة ترقيم. علامة تعجب. أحسنت، اطلع ارسم إياها أحمد. علامة التعجب متى تستخدم يا كنان؟ نعم خلاص خلاص عادي عادي عادي. أحسنتم، إذا علامة تعجب، وكثير منها كثير من الطلاب خاصة الأطفال بيكونوا متستغربين. كنا نحكي لهم إنه الآي قلبها بتصير تعجب عشان يضل حافظها. طيب علامة التعجب ما حكى لي كنان تستخدم في الجملة التعجبية، أعطيني جملة تعجبية. نعم رائع، إذن أحسن رائع، يعني بتكون على الأغلب على وزن ما أفعل، على وزن ما أفعل، ما أعظم الخالق، ما أجمل السماء. ما نوع الماء هون؟ سابع لو سمحت اجلس. طيب محمد، نعم أحسنت أحسنت، نركز يا سابع على المشاركة لأنه عم بهتم بالتقييم هاي الأيام. نعطي علامة ترقيم جديدة. يا رائد ارسمها بسرعة. مين يعطيني جملة عليها؟ براء بالخلف. نعم أحسنت، نعم نعم رائعين.
إذا تستخدم في جملة الاستفهام والسؤال. أحسنتم. مين كمان يعطيني سريعا؟ نعم خلاص خلينا نختصر الوقت. متى تستخدم النقاط الرأسية؟ يلا يا شباب. أي خالد؟ نعم معروفة. إذا جبت لك بالامتحان قال مانديلا، لو ترك من العبارات التي قالها مانديلا في، عم بحكي لك الامتحان هي عبارة قول، بلاش راح تحط نقطتين رأسيتين. أحسنتم. وأيضا بعد أحسن. هاي خلي لي شوي، روح اشرب شغلة. يلا يا مس، هيك اشرب إشي سخن. يلا أشوف يا محمد السؤال. متى تستخدم علامات النقطتين الرأسيتين؟ أحمد وانت واقف ما راح أخليك تجاوب، الله يرضى عليك، انت نشيط بس بتزعجني. نعم احسن. يعني بعد التعداد، مثلا انا بحكي انواع الفصول الأربعة وانا بعدد، شو بحط بين كل فواصل بين كل فصل؟ مهم هذا الشيء. احسنتم. طيب اخر شيء، متى تستخدم علامات التنصيب؟ اطلع ارسمها يا حياه. ما انا كنت بسال عن شغله ثانيه، معلش. كويس مش مشكله، انا مكبر الخط تكون الصوره. متى تستخدم بين جملتين حتى سبب الاخرى كما تقول؟ هذا للفصل غيرها. نعم، يعني بدي احكي انت عم تكتب موضوع تعبير وحكيت لك اكتب لي عن الحريه، وبلشت تبدع 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 في كتابتك لحتى صرت بدك تستخدم شيء مش كلامك، مش انت اللي حكيته. فتذكرت انه يوم من الايام اخذ درس نيلسون ورح تكتب من العبارات التي قالها مانديلا. نعم، انني اناضل ضد هيمنه السود، او بدي اكتب ايه كريمه، او بدي اكتب حديث او بيت شعر. شو بعمل؟ يعني بقتبس. شو بنسميها باللغه الانجليزيه؟ نعم احسن. يعني انا بعمل اقتبس، يعني اني انا اخذته عشان ما ابين للسامع او القارئ او المشاهد هذا كلامي، هذا مقتبس. بعد المنادى فاصله، لازم تعرفوها مهمه جدا. بعد المنادى فاصله. طيب يا حلوين بكفي. في علامات ايضا، في عندي شرطتان. رائع احسنت. زي لما تحكي قال تعالى او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحطهم يا عبد الرحمن بين. تمام، يكتمل المعنى فيها او سواها. رائع يا لؤي. اذا في اي استفسار يا ليث، امسك حالك وتروح لي عند براء. يلا بسرعه يا مس، يلا سريعا. في أي استفسار الآن؟ تمام. إذن يا سابع، علامات ترقيم رموز أدوات توضع بين الجمل حتى تربط بينها، حتى تعطي جمال للنص، حتى تعطي وزن وثقل لهذا الوزن لهذا النص. طيب سريعا رح أطلع كم طالب. يلا تفضل اسأل لحتى أكتب. برضو أقواس. أحسنت. يعني إحنا ما خلصنا على فكرة كلهم، بس بشكل سريع. أيضا لا لا لا، قوس مختلف. لا هم حطتهم بين قوسين، هو حطتهم عامل هيك بالكتاب وحطتهم. برضو الأقواس يا مس من علامات الترقيم. خلينا أكمل الناس. قال المعلم الفصول الأربعة هي حدا يكتب؟ بدي اشوف طلاب ما شاركوا. بس
فصل ايش نعتبره؟ فصل الرحلات. تمام خلاص يكفي عشان الوقت. يلا من يضع علامة الترقيم المناسبة ويبين لي لماذا وضعها؟ تفضل عمار تعال. لسه اكتب اكتب. لا لا يا مس، لحظة لحظة شوي، بلا كمان أعمل شغلة مهمة. لا مس هيك بس عشان تمام، بس عشان هيك الطلاب يتذكروها. يلا تعال يا عمار. تمام. ليش حطيت نقطة الرأسيتين؟ بعد القول. بعد القول أحسن. الفصول الأربعة هي يا قيس أيضا شو نحط؟ هون هون قبل ما قبل ما نعدد شو منحط؟ نقطتين رأسيتين أحسنت. طيب عبد الرحيم الشتاء فصل. تمام يا بسرعة. والخريف أيضا فصل. نعم. وأنا أحب الربيع أحسنت. أحمد الحلو تعال. مش كاتب أنا؟ خلاص لأنه هون تعتبر مش مشكلة. لأنه فصله. هلا أنا عم ببين سبب، إذا شو ححط هون؟ نعم رائع. وآخر شيء يا أحمد انتهى الكلام؟ رائع. أحسنت يا أحمد. إذا يا سابع بس تذكير سريع حتى الكل يصحصح معي. خلاص نفتح دفترنا القواعد سريعا. تعرفوا هي معلومات بسيطة، شو رأيكم؟ شو رأيكم نكتبها على الكتاب سريعا سريعا؟ سابع سابع هي عبارة عن فقط تعريف لعلامات الترقيم. مش مشكلة على الدفتر أرتب، أنتم بتحبوا الدفتر ماشي. سريعا بس الله يرضى عليكم. أشياء بس بسرعة بزبطها. على دفتر القواعد قاعدة الكتابة أي صفحة سابع؟ خلاص يا أحمد طول راحك. هي عبارة عن رموز. أي قيس؟ وأدوات. هلا ببعد لأني مو شايف. افتحوا وسكر الضوء. توضع أي سابع؟ توضع بين الكلمات والجمل. توضع بين الكلمات والجمل. لا لا على الدفتر أفضل. توضع بين الكلمات والجمل وأسبابها. طلع كيف رح نكتبها. ألف ألف يا علي اجلس. تكتب من أجل الوقف والابتداء والفصل بين الكلمات. هلا ببعد. هذا بالنسبة لواحد أو ألف. بس ما في إشي فوق غير علامات الترقيم، بس كلمة علامات الترقيم. اكتب عبد الرحمن. مش ضايل وقت. سابع آخر الفصل. بدي أقيم دفاتر، بدي أقيم ترتيب. يلا. يلا يلا عبد الرحمن. يلا شباب الله يرضى عليكم. أيضا الضبط صوتي
بين الكلمات. وأيضا تعطي النص وزن وثقل وفهم. وثقل. يا ابني على طول، هاي كويسة. سريعا سابع. نعم، الوقف والابتداء. تمام، بدنا نعمل فيهم. لا، حطينا واو. واو بكفي، بكفت. نكتب يا مس اذا مضطروه، غير هيك لا. طيب، بين الكلمات. نعم، يلا. طبعا سريعا، وهي وعلامات الترقيم. شوف كيف حطيتها بين اقواس، نقطة، فاصلة، فاصلة منقوطة، نقطتين رأسيتين، شرطتان أو شرطتان، خلينا نحكي، مش أو اقتباس، علامة استفهام وعلامة تعجب. أيضا الضبط الصوتي بين الكلمات. هل نعتبره زي اختبار قصير أو مش اختبار؟ سريعاً، لا مش اختبار. يلا، ضع علامة الترقيم المناسبة يا بني. طبعاً لا، على كتابك عشان يضل معك لمسة الامتحانات. احرص على حل الواجبات أو حل الواجب. على كمل تحت، تحت تحت يا مس. قال أحمد، قال أحمد من أنواع الجمل الإسمية والفعلية وشبه الجملة. يلا، مين بخلص أول واحد حلها؟ تعال يا ماجد، خلصت؟ تعال. إذا ضع علامة، لا لا اختبار، ما هو أنا حكيت يعني عشان ما تنعجقوش. مبروك، يلا. نحط نقطة، رائعة. يلا يا ميس، احسنت. يا محمد حلها، اقعد. خلص خلص، بس رح اصحح كمان لاحمد.
بتنقله بالبيت. معلش ما بتضيعوش، اكتب على دفتر الافكار، ما تخلوا اشي. خلاص خلاص سابع. يلا نحلها. نبدا يا ريان، تفضل. ريان تفضل. نعم احسنت. اذا بعد المنادى فاصله. احسنت يا ريان. يلا ليف ليف. طبعا ننسى عشان برضه نقطه. احسنت نقطتين، ايضا نقطتين من عده فواصل. واخر شيء انتهى الكلام. اقعد طيب اقعد، هاتي لؤي. مصفاء نقطتين هون. سابع يلا. مس في هون نواقص. اقعد يا عبد الرحيم، خلص بس اقعد. تمام نبدا يا سابع. كم باقي وقت؟ 10 دقائق. طيب سكر الباب قيس. قيس سكر الباب. سريعا بنحل التدريبات عشان نخلص. يلا يلا بسرعه. سابع نبدا. تفضل يا احمد. يلا احمد صفحه 80. يلا صفحة 80. معلش يا مس عشان الوقت. حكيت أحمد، حكيت أحمد اللي ورا. يلا تفضل أحمد. أحسنت رائع. يلا أحمد مجاهد. أحسنت. حذيفة. تمام يلا حذيفة. نعم أحسنت. لاحظ أنه عم بنعدد، إذا حطينا فواصل من هنا كلامنا بنقطة. كيف أنتم؟ نقطة. آخر شيء نقطة. أحسنت. تفضل. ها ها بسرعة أحمد شادي. إذا اقتباس نص مش من مقولنا، هذا مقتبس. تفضل رائد. نعم ايضا الفاصل عادي. الفاصل مقطوطه. احسنت لانها عم بتبين بين السبب. احسنت برضو علامه. احسنت. نبدا سؤال اثنين سريعا. محمد سريعا. احسنت كمل كمل بايا. عمر تفضل لك محضر شطور. نعم تفضل قيس. احسنت. اذا هون مره اخرى ما اوسع. حكينا على وزن ما افعل. احسنت. وما التعجبيه يا بني. لاحظ شو محطوط بعد يا بني، شو محطوط؟ فاصلة. أحسنت يا أحمد. شوية يا مس. ما أوسع الفنون حكينا. أحسنت. وهون فاصلة لأنه عم نكمل كلامنا. يلا خالد.
نعم أحسنت. عم بكمل. هاي الله عون تفضل. وبرضه عندي اقتباس. آخر شيء نقطة. إذا لأنه مقولة مانديلا بحط نقطتين بعدين اقتباس بعدين نقطة انتهى. وآخر شيء يا مسمى يا ابني بنحط التنتين نقطتين رأسيتين وبنحط الاقتباس. مكتوب نقطتين تمام صحيح كلامك. وآخر شيء نقطة مع أو في نقطة كمان. إذا اللي بهمني بالاقتباس لأنها مقولة مانديلا. أحسن. في أي استفسار سابع؟ درس سهل وبسيط إن شاء الله يا سابع. وبراء سامع يا مس. يا براء إن شاء الله بكرة رح نبدأ بنص استماع صفحة 96 ونأجل فلسطين الأبية للفصل الثاني. تمام يا سابع. أمس كتبت.